ومعانا الست اللواء سامح جميع، احد كبار رواد صالون المناره ومحب الفن. بنحب نعرف بس انطباعك عن الصالون في السنه السابعه الثامنه ليه. لا الحقيقه طبعا الانطباع جميل جدا، واضح ان الاقبال شديد جدا عليه سواء من الناس اللي بيجوا، ولان العدد محدود مش قادرين طبعا، لكن على التواصل الاجتماعي واضح ان في يعني متابعه جامده جدا 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 لهذا الصالون. يعني الحقيقه أمنيتك إيه للصالون؟ أمنياتي إنه نفضل مع بعض كده على طول، المجموعة اللي هي موجودة دلوقتي، وإنه ينضم له ناس أكتر من كده دايما يعني، وإن كان يعني ما عندناش مشكلة في انضمام، بالعكس يعني إحنا الحمد لله ناس كتير قوي عاوزين يجوا، ووقت الصالون بيسمح فيه. يمكن المفروض نخليه بقى كل أسبوع ولا إيه، مش عارف. ممكن نشوف الاقتراح ده. طيب يعني انت شايف حضرتك الصالون بيؤدي دوره في الحفاظ على زمن الفن الجميل والهوية الثقافية لمصر؟ ده كلام مؤكد، والظاهرة انه مش بس للناس الكبار، حتى الشباب الصغيرين بيقبلوا اقبال شديد، وبيؤكدوا ان فعلا زماننا كان الزمن الجميل، وان الموسيقى بتاعتنا والتوزيعات بتاعتنا هي اللي جوه هقول لهم وقلوبهم لغاية دلوقتي. نشكر ست اللواء سامح جميع، ونتمنى ان شاء الله على تواصل ان شاء الله، ودايما منورنا وحضرنا ودايما مدعمنا. انا اللي بشكر حضرتك، والحقيقه انتوا اللي مدعمنا كلنا، وربنا يخليكم ويحافظ لنا على الصالون ده بكل الاعضاء اللي فيه ان شاء الله. اهلا بسيادتك. اهلا بيك.